لما اجيت على الأردن ما قدرت أكمل دراستي، وبعدها فترة اكتشفت منه معي فشل كلوي، صار معي دوخة وأسعفوني أخذوني على المشفى، حكوا إنه ارتفاع ضغط. لما اجيت على الزرقاء هون على المشفى الزرقاء حكوا إنه لازم يشوفني دكتور كلى. لما شاف الدكتور الكلى بالزرقاء استغرب إنه كيف يعني المرض هذا بالعادة بيكون بالوراثة، يعني احنا ما عندنا عشان هالمرض ها معه. ثلاث مرات بالاسبوع لازم اغسل عشان يكون وضع مستقر. حاليا بغسل مرتين بالاسبوع لانه ما في دعم، إذا ما أخذت الجلسة بتعب كثير، يصير عندي مغص كلوي، يعني ما بعرف شلون أوصفه، بس الألم كثير صعب. فشل كلوي يعني يوازي مرض السرطان، يوازي مرض القلب، يعني كلها يعني حالات تعتبر خاصة. حاليا بتمنى إني أعمل عملية الزراعة، أو إذا ما كان في إمكانية يكون دعم الغسيل أطول.